على قد طيب ماشي، شايف السينما المصرية ازاي ودورها في المعنويات؟ يعني معنويات ايام ما فيش سينما مصرية النهاردة لو انت بصيت في ما فيش النطاق سينما اللي لما في السينما النهاردة كل الناس بتنتج افلام علشان في حاجة اسمها حنفية المحطات. النهارده كل محطة عايزة تملى، ما اعرفش رأس المال ده داخل منين علينا. فالنهارده كل من هب ودب بينتج افلام. يعني انت بص على الافلام اللي تطلع. ده انت هتلاقي 300 400 فيلم بينتجوا نعمه ما نعمه مش عارف ايه، افلام عمرك ما سمعت عنها. اي حاجه، اي بطلين صغيرين، يلا 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 يلا، يلا. كله بينتج، مديرين الانتاج بتنتج، كل واحد معاه قرشين لبناني او اردني جاي بيدي مدير انتاج فلوس، اعمل لي فيلم بميزانيه 2 مليون جنيه، يروح داخل جايب 2 ممثلين وعامل بيهم فيلم. يلا عشان نبيع للمحطه، يلا ننزله في السينما.